اهلا ومرحبا بكم، ارحب بكم في لقاء متجدد من برنامجكم الاسبوعي بوضوح. حلقتنا هذه الليله عن السوق الموازي للاسهم والذي سيطلق باذن الله تعالى يوم الاحد القادم باذن الله كما قلت بشكل رسمي. سنتعرف على السوق الموازي وما هو هذا السوق والاهداف من انشاء مثل هذا السوق وما هو علاقته بالسوق الرئيسي وهو كما معروف سوق الاسهم اليوم. باسم القناة السعودية باسمكم مرحب بضيفي الكريم في الاستوديو سعادة الأستاذ نايف العدل مدير الإدراج بتداول السوق المالية السعودية. مرحبا بك سيدي. أهلا وسهلا أستاذ. وتهنئة من الأعماق لهذا السوق. الله يخليك. وطال انتظار اقتصاديين ومحللين ماليين. الله يخليك. ولكن أخيرا تحقق. الحمد لله. أنا يشرفني ويسعدني الحضور والحديث عن نمو السوق الموازية، الموضوع المهم والشاق لجميع المتعاملين بالأسواق المالية السعودية. على بركة الله. قبل أن نبدأ نقاشنا في السوق الموازية للأسهم الذي يشار إليها ويرمز إليها بنمو، فريق البرنامج على التقرير مختصر عن هذا السوق، نشار التقرير سويا ثم نعود نقاشنا في هذا الموضوع. لا ابقوا معنا. يتوقع لإطلاق شركة السوق المالية السعودية تداول للسوق الموازية للأسهم يوم الأحد القادم باسم نمو، أن يسهم بإيجاد فرص استثمارية جديدة لشريحة كبيرة من الشركات بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة. ويأتي إطلاق نمو ضمن خطط تطوير السوق المالية لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 التي أكدت على ضرورة بناء سوق مالية متقدمة ومنفتحة على العالم، مما سيزيد من فرص التمويل ويعزز من القدرات والإمكانيات الاقتصادية والاستثمارية للشركات في المملكة بشكل عام، والذي بدوره سيعمل على توفير العديد من الأدوات والفرص الاستثمارية المطورة والمتنوعة لكافة المشاركين والمتعاملين في السوق المالية. ويتوقع لنمو أو السوق الموازية للأسهم أن تطور من أنشطة الشركات من خلال تنويع مصادر التمويل لخططها التوسعية، وكذلك من خلال تطبيقها لمعايير الحوكمة والإفصاح وتبنيها لأفضل النظم والممارسات الإدارية، والذي بدوره سيسهم في تعزيز السمعة والهوية والقيمة السوقية لتلك الشركات. بوضوح سنتعرف مساء الليلة على السوق الموازية للأسهم نمو وعلى أبرز الأهداف التي أنشئت من أجلها والآمال المعقودة على إنشائها. أعزائي المشاهدين مرحبا بكم مرة أخرى، وكما قلت حديثنا هذه الليلة عن نمو أو السوق الموازي للأسهم الذي سيطلق بإذن الله تعالى رسميا يوم الأحد القادم. أرحب بك أستاذ نايف مرة أخرى. أهلا وسهلا. نمو اسم جميل حقيقة. نعم. كيف وصلتم لهذا الاسم؟ لكن الأهم من ذلك ما هو نمو؟ سؤال رائع أستاذ طلعت. الاسم طبعا كان ليس من اختيار شركة السوق المالية تداول وليس من اختيار هيئة السوق المالية، كان هناك استبيان وزع على كافة المتعاملين في الأسواق المالية في المملكة العربية السعودية، استقبلنا آرائهم بالرحب والسعة. اسم أمانة يدل على نوعية الشركات المستقطبة لهذا السوق ونموها المستقبلي بإذن الله. اسم أيضا يعكس فرصة الشركات هذه في النمو داخل السوق الموازية ومن ثم الانتقال إلى السوق الرئيسية، فبالفعل اسم نمو وأيضا اسم الوصفي لنمو السوق الموازية يعكس أيضا أن هذه المنصة هي موازية للسوق الرئيسية، ليست أقل أو أعلى، فكانت التسمية جزء مهم جدا من إطلاق هذا المشروع. طبعا المشروع هذا هو عمل موجود منذ سنوات طويلة، ولله الحمد تبلور هذا العمل في عام 2016. أعلننا في بداية عام 2016 عن عزمنا عن إطلاق السوق الموازية في مطلع 2017. عملنا على تجهيز كافة المنظومة من مستشارين ماليين شركات، قمنا بأكثر من 315 زيارة ل 250 شركة على كافة أنحاء المملكة.
ولله الحمد نقف في موقف اليوم بكل كفاءة وجاهزية، جاهزين ليوم الأحد بإذن الله بسبع شركات وطنية نفتخر فيها. نعود إلى تعريف السوق، هو منصة بديلة للسوق الرئيسية بمتطلبات إدراج أكثر مرونة. الجزء الثاني من التعريف وهو أيضا مهم جدا، اللي هو أن السوق هذا مخصص للمستثمرين المؤهلين فقط. طبعا نتطرق بإذن الله لمعنى المستثمر المؤهل ومدى مرونة متطلبات الإدراج للشركات. جميل حقيقة أنك أوضحت أن الاسم نمو يعني ما في داخل السوق، لأنه قد يتوارد للبعض أن نمو هذا السوق ينمو وبالتالي هذا السوق لا ينمو، وبالتالي هو الموضوع محتوى هذا السوق ومن الشركات ما يعرف بالسمول كاب يعني التي لها نمو كبير. جميل جدا، لكن لماذا لدينا الآن سوق أساسي ورئيسي، ولماذا لم يدمج في سوق واحد؟ رائع. لما ننظر للسوق الرئيسية وبمتطلبات إدراج السوق الرئيسية الموضوعة اليوم، فإنه يستوعب نوع وشريحة معينة من الشركات، وهي بالأغلب شركات تعتبر بكافة المعايير شركات كبيرة. فنظرت هيئة السوق المالية بالتعاون مع شركة السوق المالية تداول، ومن ضمن استراتيجيتها العامة لتطوير السوق المالية، أن يكون هناك منصة إضافية تستوعب شريحة جديدة من الشركات. جميل. شريحات متوسطة وصغيرة كما ذكرت. جميل. إذا سمحت نكمل، بس في تليفون على الخط من فترة. أستاذ تركي فدعك، المحلل المالي المعروف. أستاذ تركي مرحبا بك سيدي. أهلا وسهلا. يعني نهنيك حقيقة كمحللين ماليين ونهني أنفسنا بهذا السوق. رأيك سيدي في نمو؟ هذا القرار والبدء بسوق النمو أعتقد من أهم القرارات اللي أصدرتها هيئة السوق المالية على مدى عقد كامل العشر السنوات، لأنه يتيح الفرصة للشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة أن تحقق متطلبات التمويل وأن تحقق النمو على المدى المتوسط وعلى المدى البعيد. أعتقد هذا يمثل نقلة للبيئة الاقتصادية ولبيئة الشركات. هذا يتيح لأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة بشروط إدراج أقل يعني أقل قساوة وأقل شدة، متطلبات إدراج أبسط، بإمكانهم أن يدرجوا هذه الشركات وفق مواصفات طبعا محددة في السوق. لكن برأيك أنه لا يخل بالنوعية أو بالجودة، معنى ذلك أقل إدراج وأقل يعني كما وصفت أنت شدة، لا يعني ذلك أن هناك يعني على حساب النوعية، صحيح؟ لا نعم أكيد ما في رابط ما بين الاثنين. أنا أقصد أقل شدة في ضوابط الإدراج وفي المتطلبات. يجب أن يكون لدى هذه المنشأة أكثر من 3 سنوات قوائم منشورة، ويجب أن تعين مستشار قانوني وإلزامات شديدة، لكن هذا لا يعني أنها شركات أقل جودة أو أقل ربحية. بالعكس، هنالك شركات أعتقد ذات ربحية عالية وإمكانات النمو تحقق مضاعفة لرأس المال على المدى المتوسط والبعيد، بل قد تكون ربحية بعض الشركات الصغيرة والمتوسطة خلال الفترة القادمة نشاهدها أفضل من شركات في السوق الأول. لا يوجد رابط في هذه الجزئية ما بين ربحية الشركة أو ما بين جودتها أو ما بين ملاءتها المالية أو ما بين مؤشرات المديونية أو الربحية ما بين السوق الأول أو السوق الرئيسي والسوق النمو. الأستاذ تركي فضعك، شكرا لك، المحلل المالي المعروف، شكرا لك سيدي. تعليق على الأستاذ تركي؟ أنا أحب أعقب طبعا بتأكيد، يعني أكد أن هذه المنصة منصة ذات مرونة، منصة ذات متطلبات إدراج أكثر يسر مقارنة بالسوق الرئيسية. ذلك يحقق طبعا النوعية الشركات وجودة الشركات هي ليست من اختصاص هيئة السوق المالية أو تداول، ولكن إن كانت الشركات تستوفي كافة متطلبات الإدراج فالشركات جميعا مرحب فيها. اليوم ولله الحمد طبعا نبارك لكافة الشعب السعودي بهذا الإطلاق. ندرج كم شركة؟ سبع شركات سعودية وطنية نفتخر فيها. يوم الأحد بإذن الله. جميل. طبعا هذا الإدراج أستاذ طلعت يعتبر أو هذا الإطلاق يعتبر ثاني أكبر إطلاق لسوق مالية موازية بالعالم. ثاني أكبر إطلاق؟ نعم. كيف يعني؟ نعم. يتقدمون علينا الكوريين، لكن نلحقهم إن شاء الله. يعني نحن الوحيدين الآن والكوريين عندنا سوق موازي؟ لا، الأسواق الموازية موجودة في أيضا في بعض الدول الخليجية، موجودة أيضا في الدول المتقدمة، ولكن كعدد إدراجات في اليوم الأول
يعتبر الإطلاق يوم الأحد في 26 فبراير، وأفتخر بذلك كمواطن سعودي. ما شاء الله. هو ثاني أكبر يعني إطلاق سوق كوريا. كم كانت؟ 22. هناك طبعا، لكن اللي أحب أقوله أيضا شفنا إقبال متزايد من قبل المستثمرين للاستثمار في تلك السبع شركات. ما شاء الله. وهذا إن دل على شيء، دل على ثقة المستثمر السعودي في نمو، ثقة المستثمر السعودي في الشركات السبع، وثقة المستثمر السعودي في الأسواق المالية بشكل عام. طيب الآن السوق الموازي السعودي، هل هو يعني اسم آخر لإس أم بي مثلا أو يختلف؟ مختلف. مختلف. نظرنا إلى معايير عالمية مختلفة. أوكي. نظرنا إلى تجارب في المنطقة. بس. تجارب عالمية أيضا. نظرنا إلى تجارب نجحت وتجارب فشلت. تعلمنا من الفشل قبل النجاح. حاولنا أن نجد وصفة بالتعاون طبعا مع هيئة السوق المالية، شركائنا في كافة المشاريع المختصة بالأسواق المالية، بإيجاد وصفة للأسواق المالية السعودية، للمستثمر السعودي، للشركات السعودية. وبإذن الله عندنا تفاؤل كبير جدا أن تلك الوصفة راح تكون إن شاء الله أحد أسباب نجاح الشركات، أحد أسباب نمو الشركات، أحد أسباب أيضا حركة العجلة الاقتصادية في المملكة وارتقاء اقتصاد المملكة العربية السعودية لأعلى المراكز. ممتاز. عندما نقول أنه أقل شدة، سماها الأخ تركي أقل قسوة أو أقل شدة، كيف يعني؟ يعني إيش كيف أقل شدة؟ سمح لي يعني أنا أقول أكثر مرونة. أكثر مرونة. نبعد عن أوكي. الشدة شوي. أوكي. أكثر مرونة. أوكي. يعني. يعني لو ننظر إلى متطلبات الإدراج، فالقيمة السوقية الكلية للشركة 100 مليون ريال في السوق الرئيسية، يقابل ذلك 10 مليون ريال. القيمة الدفترية. لا نتكلم عن القيمة الدفترية، نتكلم عن القيمة السوقية. اللي طبعا اللي يحدد القيمة السوقية هو المستشار المالي في الشركة. نعم. هناك مرونة أخرى مثلا في نسبة النسبة المطروحة على الجمهور. طيب إذا كان الرئيسية 100 مليون، كم 10 مليون ريال. 10 مليون. جميل. باب آخر من المرونة أيضا النسبة المطروحة، ففي السوق الرئيسية هي 30%، هذا بالسوق الموازية 20%. هناك أيضا مرونة في نسبة المطروح. تمام. هناك مرونة أيضا في عدد المساهمين، ففي السوق الرئيسية هو 200 مستثمر، وفي السوق الموازية هو من 35 إلى 50 حسب حجم الشركة. نعم. ممتاز. ممتاز جدا. طيب كان حقيقة في انطباع لدى البعض بأنه هذا السوق خاص بما يعرف بالسميز اللي هي المنشآت الصغيرة والمتوسطة، هل هذا الانطباع صحيح خاطئ؟ صحيح وخاطئ. صحيح أنه يفتح مجال للشركات الصغيرة والمتوسطة، وهو أحد أعمدة الاقتصاد في المملكة العربية السعودية. نظرنا إلى بعض الإحصائيات اللي يعني شفناها من قبل مسؤولين في الدولة، هناك نسبة كبيرة من اقتصادنا كعدد شركات وليس كناتج محلي من ضمنه الشركات الصغيرة والمتوسطة. فنعم هو بوابة للشركات الصغيرة والمتوسطة، ولكن هناك بعض الشركات ومنها الشركات السبع اللي راح نشوفها يوم الأحد، هي شركات تؤهل أن تكون جزء من السوق الرئيسية، اختارت أن تكون في السوق الموازية لأسباب داخلية في الشركة. طيب أنا كسوق رئيسية أقدر أنقل إلى الموازي أو العكس صحيح ممكن؟ الانتقال من السوق الرئيسية إلى السوق الموازية غير ممكن وغير مسموح بأي شكل من الأشكال. غير ممكن. غير ممكن وغير مسموح بأي شكل من الأشكال. ولكن الارتقاء مسموح، ولكن حسب شروط معينة، أن تكون الشركة مدرجة في السوق الموازية لسنتين على الأقل. جميل. وأن تستوفي شروط السوق الرئيسية. طيب اليوم في السوق الرئيسي هل لدينا كلها 100 مليون القيمة السوقية؟ عشان أقول إنه في السوق كمان أنت حضرتك تفضلت، أو إنه طلعت لا في البعض قريب في البعض كذا في السوق الرئيسي. تختلف. تختلف الشركات طبعا. احنا نتكلم عن معايير عند الإدراج. نعم. عند تسليم الملف لهيئة السوق المالية هناك فريق يتابع. عند هناك فريق يتابع القيمة السوقية للشركات ونسبة المطروح عن كثب. جميل. وحيكونوا في التداول، حيكونوا نشراتهم في التداول وأرباحهم بشكل كامل. وهذا الحقيقة يقودني. طيب الآن ما هي الفائدة لثلاثة أقطاب رئيسية اللي هو درج الشركة لو صاحب الشركة، يعني ما أقول فوائد مالية لكن فوائد عامة يعني،
وللمستثمر اللي هو أنا أو غيري ولسوق المال ككل. ممتاز. طبعا لو نتكلم عن الفوائد للشركات، نتكلم عن وجود منصة جديدة تستوعب نوعية جديدة من الشركات كما ذكرت سابقا، فهو باب جديد لإدراج شركات صغيرة ومتوسطة وكبيرة في المملكة العربية السعودية. إن تكلمنا من منظور آخر عن الاستثمار، فهو أيضا من ضمن الخطة الاستراتيجية لشركة السوق المالية وتداول هيئة السوق المالية في إيجاد أدوات استثمارية جديدة. فاليوم ما صعب جدا على الواحد أنه يستثمر في الشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة، أو أي فرصة في لها علاقة في الشركات الصغيرة والمتوسطة. نمو تتيح لك هذا المجال، فهي فرصة استثمارية للمستثمرين المؤهلين. من ناحية عامة، من ناحية اقتصاد، نتمنى من باب إدراج الشركات وإيجادها لسيولة جديدة أن تمول المشاريع المستقبلية للشركة وتنمو الشركة بذلك، وبالتالي تتحرك العجلة الاقتصادية في المملكة العربية السعودية، أو أن توظف تلك الأموال في فرصة استثمارية جديدة يكون شركات جديدة، وظائف في المملكة العربية السعودية، وشركات بالمستقبل بإذن الله تكون جزء من نمو أو من السوق الرئيسية. ففي كافة الأصعدة متفائلين كل التفاؤل بالأثر الإيجابي لنمو السوق الموازية على الأسواق المالية واقتصاد المملكة العربية السعودية. طيب الاقتصاد كيف حيكون يستفيد؟ قلت لي خلق وظائف، يعني إيش غير الوظائف؟ غير الوظائف وغير تكوين شركات جديدة وكيانات جديدة تخدم الناتج المحلي للمملكة العربية السعودية، من ناحية أخرى أيضا نستطيع أننا طبعا أي سوق مالية هو المرآة أو البوابة لاقتصاد أي بلد. صحيح. إذا نظرنا لاقتصاد المملكة العربية السعودية اليوم، 55% من إجمالي الناتج المحلي مدرج في المملكة، مدرج في السوق الرئيسي. 55%. وسيزيد بعد نمو طبعا، يمكن شوية طبعا بإذن الله. رقم جيد جيد أستاذ طلعت، لكن لا نطمح للجيد، نطمح للممتاز. إن نظرنا ما هو الطموح؟ يعني ما هي الطموح؟ خليني أسمع منك الطموح، لكن في تليفون على الخط من فترة. أهلا وسهلا. معي الأستاذ محمد السويد الكاتب والاقتصادي والمحلل المالي المعروف. أستاذ محمد مرحبا بك سيدي. يا هلا والله، حياك الله، حيا الله متابعينك. نبارك لك حقيقة على يعني هذا السوق الموازي نمو، وحابين نسمع وجهة نظرك في هذا السوق ومستقبل هذا السوق. الله يسلمك، أشكرك على المباركة، وبارك أيضا لكم جميع المواطنين من السعودية وقادتنا وحتى يعني كافتهم، لأن السوق مثل هذا يعتبر مرحلة جديدة بالنسبة لسوق المال والاقتصاد بإذن الله، لأنه راح يدعم شريحة مهمة في القطاع الاقتصادي وقصات المتوسطة والصغيرة، ويوصل ما بين المستثمرين والأصحاب الشركات اللي محتاجين تمويل بطريقة أسهل من السوق الرئيسي للأمول. فأنا أشوف هذا يعني زي ما تقول بيكون له أثر اقتصادي جدا 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 ممتاز بإذن الله، يدفع من مساهمة المؤسسات المتوسطة الصغيرة يعني اللي خلينا نقول لي أكثر من 50% من الناتج المحلي، بدل ما تكون الآن في مستوى ثلث الناتج المحلي اللي 33% تقريبا. ما ايش تتوقع التحديات استاذ محمد التي قد تواجه هذا السوق؟ والله هي اول التحديات اعتقد اللي هو موضوع متعلق بالسماح للمتداولين الافراد بالتداول فيه، لان الجميع او السوق زي هذا شبيه بسوق الناسداك في امريكا. الناسداك وطبعا نعم، فهم ومتاح للمتداولين بكافه مستوياتهم بغض النظر على هو مستثمر يعني عنده خبره او مستثمر ما عنده خبره. فهذه يمكن يعني أكبر التحديات، لكن اللي أنا أشوفه بالعكس يعني هذا السوق زي هذا هو راح يكون مفعل وداعم لأسواق أخرى ولقطاعات أخرى اقتصادية يعني في البلد بإذن الله. أستاذ محمد السويد الكاتب والمحلل المالي المعروف، شكرا لك سيدي. كان بيقول الأخ محمد إذا يعني إذا لك تعليق طبعا، إنه السماح الأفراد الآن اليوم الأفراد ما يسمح لهم بالشراء والتداول في هذا السوق؟ نعم طبعا، بس خلينا نعقب على موضوع ذكر طبعا ذات الـ الأرقام والإحصائيات عن التمثيل الاقتصادي. صحيح. طبعا سألتني عن الطموح،
استاذ طلعت. الطموح هو ان ندرج 100% من الشركات في المملكه العربيه السعوديه. مو فقط ذلك، الطموح ايضا ان نكون منصه للشركات الخليجيه للادراج. عندك مليون وشويه تدرجها في السوق، والله يتحمل السوق. الطموح لكافه الشركات الادراج في المملكه العربيه السعوديه، الطموح اكبر من ذلك ان نكون سوق ماليه للمنطقه والاقليم والخليج والشرق الاوسط بشكل عام. انه تدرج عندنا شركات باذن الله الواحد الاحد والعمل الحقيقي. ايش اللي يمنع؟ يعني اليوم لدينا اتفاقيه اقتصاديه طموحه من عام 1980. نعم، ننتقل الى هذه المراحل. استاذ طلعت، اليوم السوق الموازيه تسمح للشركات الخليجيه للادراج. ونعمل على ادراج شركات خليجيه. طب سوقتوا له انتم من ضمن ال 230 شركه؟ تم. ويعني باقتصاد بحجم الحمد لله اقتصاد بحجم المملكه العربيه السعوديه ثق تماما يسوق لنفسه. الشركات الخليجيه تقبل على السوق الماليه، الاتصالات تاتينا من كافه الدول الخليجيه. نبدا بالخليج وننتقل الى الشرق الاوسط ومن ثم الى كافه انحاء العالم. هل ممكن عالميا؟ نعم، هذا بدي كنت اسالك. طبعا الطموح جيد استاذ طلعت، لكن نفكر بعقلانيه ايضا. صحيح، والتدرج طيب على طبعًا. كل حال يعني احنا عندنا ميزه اننا اكبر سوق ماليه في الشرق الاوسط. فنبدا بالشرق الاوسط ومن ذلك نخطط لما بعد ذلك. بخصوص الاستثمار نقطه مهمه جدا. الاستثمار في هذا السوق مخصص للمستثمرين المؤهلين. المؤهلين. نعم. التأهيل هو على شقين. الشق الأول هو شق مؤسساتي، فلكافة المؤسسات الاستثمار في هذا السوق. بصرف النظر. سواء كانت جهات حكومية، بالضبط، جهات حكومية، صناديق استثمارية، شركات عائلية، شركات خليجية، مستثمر أجنبي مؤهل، مقيم في المملكة العربية السعودية. طبعا أنا انتقلت إلى الأفراد. نعم. أما الأفراد فالأفراد تأهيلهم شقين، إما على الفرد الاستثمار بطريقة غير مباشرة عن طريق الصناديق الاستثمارية المرخص لها من قبل هيئة السوق المالية اللي تستثمر في السوق الموازي. نعم. ونتوقع أيضا إيجاد أو أن يكون نمو السوق الموازية صناديق جديدة تستثمر في تلك الفرص، ونرى ذلك اليوم. الشق الآخر هو تأهيل المستثمر الفرد حسب ثلاث شروط، استيفاء أحد ثلاث شروط. يمكن أحد هي أحد أهم الكلمات اللي موجودة فيه طبعا، ومرجعنا الأساسي هو اللوائح والتشريعات المصدرة من قبل هيئة السوق المالية. الشروط الثلاثة هي أن يكون حجم حفظته 10 مليون ريال بمعدل 10 مليون ريال على آخر 12 شهر، أو تداولات بقيمة 40 مليون ريال بالربع في آخر 12 شهر، أو الشرط الثالث والأخير وهو شرط مهم جدا، ربطنا ما بين العلم والتأهيل. هناك اختبار الأوراق المالية أو ما يعرف بـ CME1 يقدم بشكل يومي من المعهد المصرفي. اجتياز ذلك الاختبار يؤهلك للاستثمار. اختبار من شقين على مستوى الفرد العادي؟ نعم، الاختبار من شقين. والله عقدتوها. شق تشريعي وشق مالي. احنا عندنا فرص، خلينا نكون واضحين، احنا عندنا فرص الاستثمار مخنوقه. احنا نعرف هذا الكلام، ما عندنا غير عقار وعندنا سوق الاسهم الرئيسي. الان انتم حطيتوا هذا فرحتونا. الان انتم اتعقلت الامور للاستثمار. يعني كيف انا فرد اروح اخذ كورس واخذ كذا؟ وان كان جميل انك تطور الثقافه الاستثماريه. جميل. نعم. جدا. نعم طبعا. هو يوم واحد الكورس؟ لا، هو ليس بيوم واحد، هو اختبار. له ماده علميه موجوده على موقع هيئه السوق الماليه وعلى الموقع ايضا المعهد المصرفي. يقدم بشكل يومي. يعني يوم واحد فقط؟ يقدم بشكل يومي على مدار الأسبوع، خمس مرات أسبوع. لا أنا عارف، بس كم يوم أقعد أخذ الكورس ده؟ بنفس الوقت. نفس الوقت. تخلصه. نعم. أوكي. نعم. لكن نقطة مهمة ذكرتها أستاذ طلعت. إحنا ما ودنا نضيق. يعني أنا ما أقلل من قيمة السوق الموازي اللي هو شركات صغيرة أو متوسطة. نعم. يعني أنتوا الآن على السوق الكبير اللي هو الجاينت، ها، ومية مليون وما أدري إيش وكذا. وتقريبا نص او كذا الناتج المحلي. نعم. هناك سهل وهنا صعب، غريب شوي. خليني اشرح لك حاجه استاذ طلعت. كل ما تراه اليوم سواء من مرونه في ادراج الشركات او في تاهيل المستثمر هو قابل للتغيير في المستقبل. نعم. كل ما تراه من انظمه ولوائح وتشريعات هي انظمه مرنه ايضا بحد ذاتها. ففي المستقبل احنا وضعنا تلك الشروط
لاعتقاد هيئة السوق المالية وتداول بملائمة تلك الشروط بنوعية ومخاطر الفرص الموجودة في السوق الموازي. أنت كأنك تبي تحمي المستثمر صح؟ إلى حد ما. إلى حد ما. نعم. إلى حد ما. في المستقبل وهناك برامج مكثفة لتوعية المستثمر السعودي. ممتاز. إذا رأينا في المستقبل أن من مصلحة المستثمر السعودي أن أو المستثمر بشكل عام. بشكل عام. أن يكون الفرد أن يكون جزء من هذا السوق. ثق تماما الحركة تكون سريعة جدا من قبل هيئة السوق المالية وتداول لفتح تلك السوق للأفراد. فيعني هذه النقطة جدا مهمة سيد طلعت. فكل ما تراه ديناميكي وليس يعني ثابت غير. بس والله أنا أحييكم على الخطوة أنك أنت أخي يعني في ناس تعرف مو تخصصهم ها وأن يأخذ لي يوم كورس وكذا. بالعكس أنا أعتقد أنه مفيد. يا ريت حتى على السوق الرئيسي والله ما يمنع يعني. زاد إلى ثقافته نبعد عن يعني عشوائية الاستثمار والمضاربات الغير حميدة ولا الحقيقة أن تكون انعكاس سلبي على لا شك في ذلك. لا طيب شك في ذلك. هل سنشهد لهذا السوق يوم تقسيم القطاعات كما هو اليوم؟ كم قطاع عندنا في الرئيسي؟ كانوا 15 نعم. وأعتقد أنه زاد طبعا بقى. تقسيم القطاعات تقسيم القطاعات في السوق الرئيسية مماثل بنسبة 100% لما هو مطبق بالسوق الموازية. في بداية العام في مطلع العام أعلننا عن تطبيق المعيار العالمي. ما هو المعيار العالمي؟ جيكس. طبعا المعيار العالمي في السابق استطلعت كنا نصنف القطاعات داخليا في تداول. تمام. الآن هناك جهة مستقلة تصنف القطاعات تصنف الشركات حسب قطاعها. كان هناك عدد معين من القطاعات. كان في بعض الشركات تدخل في قطاعات ما تعكس بشكل كامل وبنسبة 100% نشاطها. فبعض الشركات الصحية تكون من ضمن قطاع التجزئة. اليوم لما نفتح السوق الرئيسية نجد أن الشركات الصحية موجودة في قطاعها هيلث كير أو مزبوط. بالضبط مزبوط. في نمو راح يطبق نفس المعيار. كل بس اليوم ما تقدر صح؟ 7 شركات ما يعني 10 ما تأهلك لل لا اليوم المعيار مطبق. مطبق. كل ما أدرجت شركة في قطاع أو قطاع جديد نفتح ذلك القطاع للشركة. طيب بدون ما نعرف اسم الشركات عشان الدعاية والإعلام مفهوم. طبعا. لكن إيش هي القطاع الشركات إيش القطاعات اليوم؟ والله والله هناك تنوع ممتاز بالأمانة. في شركات صناعية. هناك شركات تجزئة. هناك طبعا عدد كبير منها من ممتاز. شركات التجزئة. ولكن ما أحب أن أؤكده أنها كلها شركات سعودية وطنية تمارس عملها في المملكة العربية السعودية من سنوات طويلة جدا ونفتخر فيها كل الافتخار. سيستفيدون إن شاء الله كافة الاستفادة وكامل الاستفادة من الإدراج باستمرار الشركة بإذن الله وتوارثها من جيل إلى آخر بتمكين تلك الشركات وتعزيز هوية تلك الشركات. وبإذن الله الواحد الأحد تكون تلك الشركات السبع. طبعا هم عشان نكون واضحين هم السبع ولكن هناك أيضا موافقتين إضافية لشركتين إضافية فهم 9 موافقات. 7 رح يدرجوا يوم الأحد وبإذن الله 2 يدرجون في المستقبل. لكن لن والله حفوت عليهم الحفلة رح يكونوا معنا بالحفلة إن شاء الله رح نحتفل فيهم. جميل. طيب أنتم الآن كما قلت لزرتوا حوالي 230 شركة صح؟ 250 نعم 250 شركة نعم. يعني أبغى من خبرتك هذه إيش كان عندهم التردد من 250 هذول أنهم يأتوا للسوق وإيش اللي كان أقنع ما درج أو وافق على الإدراج؟ شوف استاذ طلعت الإدراج بشكل عام يعني نكون واضحين واضحين نعم جدا ترى برنامج بوضوح ها مرة في شك في ذلك نتكلم بوضوح وشفافية استاذ طلعت العادة فالإدراج تو ذكرت بعض منافعه، منافعه كثيرة. صحيح. لكن في بعض التحديات أكيد. التحديات ما هي سهل. تحديات على مين؟ على اللي بيدرج؟ تحديات على الشركات. على الشركات. فالتحديات تأتي طبعاً كثير من الناس يحتفل بصدور موافقة الهيئة. صحيح لك الحق الاحتفال بذلك فهي يعني لحظة تاريخية. ولكن هي إشارة لبدء العمل. بتجهيز الشركة. فالحياة كشركة خاصة مختلفة تماماً عن شركة عامة مدرجة من ناحية إفصاح من ناحية مخاطبة الإعلام هذه كلها أشياء تختلف على الشركة فالتحديات هذه كما يقول على المحكة الواحد محطوط فعلاً طبعاً وكل كلمة محسوبة طبعاً وبالتالي والشفافية طبعاً لها مزايا كثيرة تعزز من مكانة الشركة عملائك
إذا كان لديك العملاء داخل المملكة وخارجها، الشركة المدرجة لها مكانة ويعني وتعزز من هوية الشركة طبعاً. ويعني يعني كثير من الشركات أدرجت توسعت في نطاق عملها. يعني لو الواحد ينظر إلى بعض العلامات التجارية بحياتنا اليومية سواء من الهاتف المحمول أو كل وهي حاجة أخرى، مظبوط، معظمها مدرجة، معظم الشركات هذه مدرجة وأدرجت في في في, في يعني منذ سنوات كثيرة. يعني في ضغط نفسي على صاحب الشركة أنه هناك تحديات، لكن اللي أحب أيضا أكده أنه شركة السوق المالية تداول تمد بيدها لدعم تلك الشركات. وش اللي أقنع السبع شركات؟ لعلي يمكن أكون أناني شوي في هالملاحظة، لكن وقفنا معهم وسنقف معهم. هل كان تردد من بعضهم في البدايات؟ بالتأكيد، بالتأكيد. إيش كان التردد؟ ليش؟ التردد هي المخاوف اللي قلت لك عليها، ولكن وجهناهم بالطريق السليم. وايضا طبعا لا يعني نخفي ولا نقلل من دور المستشارين الماليين اللي عملوا مع تلك الشركات فجهزوا الشركات، رفعوا من جاهزية الشركات، ولكن الدور الاول والاكبر والاهم هو للإدارة التنفيذية لتلك الشركات ولموظفين تلك الشركات، فلهم كل الشكر والتقدير. قاموا بعمل جبار خلال الأشهر الفائتة، جهزوا نفسهم بشكل ممتاز، وبإذن الله يكونون نموذج للشركات المدرجة في 26 فبراير. في تصور خاطئ أم صح؟ يعني أنا بنوضح لله، وحقيقة هذا يدور أحيانا في المجتمعات، أنه أنا عندما أدرج والله ما هم من أدرج بصراحة ولا شيء، أخذ 30% هذه وتعوضنا يمكن سنين العمر على ما قالوا فلوس، السلام عليكم. هل هذا صحيح؟ أول هل 30 أو 20% فعلا يأخذوها الملاك في جوبهم على من دي وان على ما قالوا من يوم الأول على هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ اللهم صل وسلم عليه. نتفائل بالخير، ما أقصد بذلك. الطرح هو إما للتخارج وإما لرفع رأس المال، إما للتخارج أو لرفع رأس المال. فنتفائل بالخير كيف؟ ونحسن النية طبعا. تمام. شلون؟ فإذا كان هناك تخارج، ما أطمح له شخصيا وما تطمح له هذه الدولة أن تستخدم تلك الأموال في تمويل فرص جديدة. تخرج من قبل من؟ من قبل رواد الأعمال. رواد الأعمال نتمنى وكلنا ثقة أوكي. بأن رواد الأعمال يستخدموا تلك الأموال في خلق فرصة جديدة. تمام. وإن كان طبعا لرفع رأس المال فهو تمويل الشركة، تمويل أوكي. لنشاطات الشركة التوسعية. يعني أنا حقل لي القانون أخذها أحطها بجيبي وامشي؟ قانون نظام تخارج طبعا، والتخارج طبيعي. استاذ طلعت يعني التخارج لأنه حسب ما فهمت يمكن صحيح يعني لا انه يلزم القانون لان احطها في الشركه اوظفها والكلام ده كله. القانون لا يلزم، القانون هو طبعا ما تختاره الشركه وما تتفق عليه وما متاح طبعا. أوكي. وكل شيء يعرف على هيئه السوق الماليه ومجلسها، تنظر الهيئه بشكل دقيق جدا لوضع الشركة ولكل ملف على حدة، وتقرر ما تراه مناسب للشركة ولمصلحة المستثمر السعودي بشكل عام. طيب الآن نحن عرفنا الإيجابيات، إنه الشركة ثقة وعمق السوق وشفافية وحوكمة الكلام ده كله، لكن أكيد هناك في سلبيات اللي هي الناحية النفسية صح التعبير على الشركة وملاك الشركة، وإنه صار الآن حد يشاركني ما عادني لوحدي، قرار ما صار قرار فردي أو عائلة، أصبح الآن في مجلس إدارة وفي صح. حوكم. هل هذا يعتبر جانب سلبي؟ وربما هذا كان أحد التردد عند البعض. والله أنا ما أنظر، أنا ما أبغى الهدك. لا والله أنا ما أنظر، أنا القرار عندي في يدي ولا أخذ فلان وكذا. اسمح لي طلعت، أنا ما أنظر للأمور هذه بهذا الشكل، بالعكس أنا لا مو أنت، هو تحدي صاحب الشركة، هو تحدي، ما هو تحدي الآن التحدي، هل تراه تحدي لك طريقتين اللي تنظر للتحدي، ترى التحدي بطريقة إيجابية تكسب التحدي. شلون تكسب التحدي؟ تكسب التحدي أنك ترفع من شفافيتك كشركة، تدرج وترفع من شفافيتك. أوكي. تطبق معايير الحوكمة، بالرغم أنه معايير الحوكمة اللي موجودة في السوق الرئيسية هي استرشادية في السوق الموازية. أوكي. ولكن الشركات تسعى لتطبيق معايير الحوكمة. اليوم أيضا في عملية الإفصاح ولم يكون هناك أي مرونة في عملية الإفصاح. الإفصاح كمادة ومحتوى هنا وهناك، نعم المحتوى واحد، كان هناك مرونة في شيء واحد. مثلا أعطيك مثال بسيط، إفصاح الأرقام الربعية 45 يوم في السوق الموازية مقابل 15 يوم في السوق الرئيسية، ثلاثة أضعاف المدة
تعطى للشركات؟ والله انا ما اشوفها عادله صراحه. خليني اقول لك ليش. انت بتعطي شركه كبيره تعطيها 15 يوم وشركه صغيره بالعكس ومبارك. لانه لما تعطيها وقت اقل استاذ طلعت نعطيها فرصه للتاقلم مع وضعها كشركه مدرجه. بعد فتره دائما نقول للشركات هال 45 يوم بعد فتره تشوفها طويله، تخلص بخمس ايام وعندك 40 يوم وتسلم افصاحك بخمس ايام. لما تصل هذه المرحله اعرف انك من ناحيه الافصاحات، وهي ناحيه واحده من نواحي كثيره، اتقنتها وانت جاهز من واحده من المعايير للارتقاء. يعني هذه الايام قد تتغير على مر الوقت حسب حاجه السوق. نرى ذلك اليوم، نرى وجود تلك المرونه، نرى ان تلك المرونه تحقق غايه لنا. السنه الاولى للادراج تتعود الشركه، السنة الثانية تثبت أقدامها، بعد مرور سنتين يحق لها الانتقال للسوق الرئيسية، وقد تقرر الشركة البقاء في السوق الموازي. كيف انتقل؟ ايش الكرايتيريا المعايير؟ حلو. في معايير للسوق الرئيسية زي ما ذكرنا، قيمة سوقية 100 مليون، نسبة مطروح 30%. فللشركة ان شاء الله 10 مليون عشان نصير 100 مليون يبغى لي 10 سنوات، ولا رأيك انت؟ كيف حصير؟ لو نظرنا إلى الشركات اللي موجودة اليوم سبع، كلها بعيدة عن العشرة مليون. بعيدة عن عشرة مليون؟ أكثر بكثير، أكثر من عشرة مليون. نعم، فقريبة من المئة. قريبة جدا، بعضها اجتاز المئة. فبالتالي مرة أخرى بروح التفاؤل، اللي قريب من المئة يصل إلى المئة، ومن اللي يجتاز المئة يجتاز المليار بإذن الله، يجتاز المليار بإذن الله وينتقل للسوق الرئيسي إن رأى ذلك. طيب دحين قلت لي طلعت ما ينقل من اللي هو الموازي للرئيس إلا بعد سنتين. بعد كحد 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 أدنى. نعم كحد أدنى. جميل، هذا موضوع مرة حلو. وقلت لي طلعت إذا أنت أو الأخ محمد أظن إنه لازم ثلاث سنوات قوائم مالية. الآن الرئيسي أقدر أدخل من داي ون أول يوم بدون ما يكون عندي قوائم رئيسية مالية رئيسي. رئيسي أيه؟ تحتاج إلى ثلاث سنوات مثل ما ذكر الأستاذ أيه؟ محمد أيه؟ تحتاج في الرئيسي وفي تظهر أنك قاعد تقارن الانتقال بعد سنتين أيه؟ وعدد ثلاث سنوات. لا أنا بكلم على الاي بي او، على الطرح الأول. نعم نعم، الطرح الأول برضو يلزمني أن يكون ثلاث سنوات وكذا. نعم. الطرح الأولي نعم. كل أيه؟ شروط السوق الرئيسية يجب على الشركة المنتقلة استيفائها بشكل كامل، لن يكون هناك أي يعني مرونة. هذا حقيقة حق يعني للمستثمر يشوف، طبعا يشوف بيانات، يحلل البيانات، يشوف الترند، يشوف طبعا طبعا ده. وارجع مره ثانيه يعني الامنيات، كل الامنيات لشركه تبدا بالسوق الموازيه متوسطه او حتى صغيره تصبح شركه كبيره تنتقل للسوق الرئيسيه بعد عدد معين من السنوات، ثلاث اربع خمس سنوات، قصه نجاح رائعه، ليش لا؟ طيب ايش التحديات اللي انت تراها في هذا السوق؟ يمكن احتاج اكرر نفس الموضوع لانه هو التحدي الاكبر صراحه، هو التأقلم مع الحياة بعد الإدراج، هو أكبر تحدي. هذا بالنسبة للملاك، بالنسبة للملاك وبالنسبة للشركة، لأنه دخل حياة جديدة، دخل حياة جديدة وفرضت عليه أشياء وكان في بصراحة كان في غنى عنها. قدمنا كثير، هذا وقت الشغل، قدمنا كثير من الدورات لتلك الشركات السبع، وسنقدم دورات للشركات اللي تفكر الإدراج. زي إيش؟ في علاقة المستثمرين، في التعامل مع الإعلام، كلها مواضيع مهمة للشركات المدرجة، نرفع من كفاءة الشركات، يهمنا أن تكون الشركات بجودة عالية جدا. واللي استشفينا هو التغطية المتنامية لسبع شركات، هناك تغطية ممتازة ولله الحمد تعكس ثقة المستثمر بتلك الشركات. بعد وصلت 400% ما شاء الله. 500 نعم. 500 نعم، خمسة أضعاف. هذا ايش يدل لك؟ ثقة المستثمر، لا شيء غير ذلك. وإنه في سيولة وملاءة المستثمر السعودي أكيد، والمستثمر بشكل عام هناك سيولة لله الحمد. طيب هذا 400% و 500% كم اللي يقولوك بير كابيتا، كم كانت توزيع على يعني كم عدد في المتوسط تيكت ايتم؟ لم يعني في السوق الموازية لم ولن ندخل في تفاصيل. طبعا التوزيع، توزيع الحصص على المستثمرين حرية كاملة للمستشار المالي والشركة كامل. مو شرط يكون في حتى الرئيسي لا الرئيسي هناك آلية في بناء سجل الأوامر أو الاي بي او بوك بيلدينج فريم ورك مصدر من قبل هيئة السوق. هل فيها بوك بيلدينج برضو الموازي؟ قد يرجع القرار لتوزيع الحصص على المستشار المالي والشركة لطالما
انهم طيب يمكن ما في يعني عداله، ايش رايك؟ عداله من اي ناحيه؟ عداله في التوزيع. اعطيني مثلا مثال يعني، يعني مثلا الان احنا قلنا ما في افراد، مزبوط؟ احنا قلنا لا مو ما في افراد، لا مو ما في افراد، هناك افراد لا اذا اخذ اذا اهلوا اذا اهلوا نعم. طيب نعم. يعني يمكن ما يزعل زيد، يزعل عمر انه ما اخذ اسهم كما اخذ زيد، كيف تقدر؟ لا صحيح، كيف تقدر تضمن العداله؟ حلو، وهذا انت دورك. حلو، ال- 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 هذا قرار تجاري. أي. تجاري نعم، قرار تجاري يعود البنك، البنك هو المستشار المالي. أوكي. يفضل عميل عم اخر، اترك يعني رضاوة البنك والمستشار المالي لزيد زيد وعبيد لهم. أوكي. يعني احنا علينا. أوكي. وعلى هيئة السوق المالية. طب ليش هنا بوك بيلدينج وفي كذا تنظيم معين، هنا ما في مرونة؟ برضو مرونة؟ نعم مرونة. تخيل أستاذ طلعت، احنا الهيئة أصدرت أصدرت اللوائح لاستطلاع العموم، استقبلت الهيئة كافة الآراء بكل ترحيب، أدعو يعني للجميع يرى المسودة الأولى والمسودة النهائية فرق. وهذه كانت على موقع التداول. نعم، وأتيح فترة يعني كافية لاستطلاع رأي العموم، أخذنا بآراء الجميع، طبق الكثير من الآراء اللي وجدتها الهيئة مناسبة للسوق، وبالرغم من ذلك هناك بعض من المحللين من يقول أن السوق الموازية ليست مرنة بما فيه الكفاية. هناك طبعاً الرأي والرأي الآخر. طيب إيش يبغى؟ يمكن عنده وجهة نظر. إيش كان يطلب المحلل هذا؟ كانوا يطلبون محللين مثلاً قيمة سوقية أقل، نسبة طرح أقل، مرونة أكثر في طريقة التوزيع. حققت بعض المطالب، وبعض المطالب يعني ما نقول صرف النظر عنها، لا يمكن يصرف النظر عن أي مطالب، بل أجلت. والله 10 مليون ترى ما يعني للستارت اب يمكن قليلة أم كثيرة؟ ثقيلة شوية. ثقيلة. إيش رأيك أنت؟ أنا ستارت اب. الانتقال، بس خلينا نأخذ الموضوع بشكل يعني اليوم أنت عشان تنشئ شركة مساهمة عامة في النظام الجديد كم؟ 500,000؟ وهذه شركة مساهمة عامة. طبعاً لما ننتقل أو لما نأخذ الموضوع كمقارنة، 10 مليون هي 10% من المئة. صح. هناك يعني هناك مرونة كافية. إيه بس نحن ما بنقارن تفاح بتفاح، صح؟ لا أبل أبل لا. لا هي منصة بديلة. منصة بديلة. فقارن حاجة مشابهة بشكل كبير. إحنا ما نبغى كمان نقول صحيح في اختلاف، اختلاف هو من ناحية المرونة، من ناحية بنهاية المطاف. لكن ترى ما يمنع يعني بكرة الخبرة ونضوج الخبرة أنكم تقدر. طبعاً طبعاً. اليوم 10. طبعاً. بكرة 9. أكد لك هالشيء هذا. أكد لك الشيء هذا. اليوم 20%، بكرة 10%، بكرة 30%. كلامك 100% صحيح، وأكد ذلك. إذا رأينا في المستقبل أي شيء في مصلحة السوق راح نتحرك بشكل سريع بإذن الله. مستقبل السوق سيدي كتعميق السوق. يعني لا يمكن نبقى على 7-8 شهر، ما يمكن الكلام ده، صح؟ لا. يعني هل عندكم بزنس بلان وفيجن 5-10 سنوات إنه هذا السوق يختلط هذا العدد من الناس؟ نعم. طبعا لما نتكلم عن مجدي. طبعا لما نتكلم عن نمو، نتكلم عن احدى مشاريع شركه السوق الماليه وهيئه السوق الماليه في تطوير وتعميق السوق المالي. هناك مشاريع اخرى تتناغم، تعمل بشكل يعني متكامل. طبعا احب اني اذكر ايضا انه كل ما نعمل به هو تكامل وتناغم، ليس فقط هيئة السوق المالية وتداول، كافة الجهات الحكومية. هناك الكثير من الجهات الحكومية تعمل بشكل كبير، بشكل قوي لتطوير السوق المالية. يطول يعني تطول المدة لشرح عمل تلك الوزارات وتلك الجهات الحكومية. قمنا أيضا بحملة ترويجية لنمو السوق الموازية زي ما ذكرت لك. بدأتوها؟ نعم. لم تكن. لا لا، أقصد حملة توعوية. حملة تعريفية. تعريفية. نعم. ليست عامة. صح. كانت للشركات. أنا نعم للشركات والمستثمرين. تعاوننا مع الغرف التجارية، فلهم كل الشكر والتقدير. طبعا الحملة هذه ما كانت حملة بقيادة تداول فقط، كان هناك تداول، هيئة السوق المالية، هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ووزارة التجارة أيضا. فثق تماما أن تعميق السوق المالية هو يعني في نصب أعين مسؤولي
السوق المالية السعودية تداول وهيئة السوق المالية. طيب هناك مشاريع مثل الصناديق العقارية طبعا المتداولة الاستثمارية المتداولة، ليس موضوعنا اليوم، لكن ذلك بإذن الله يعمق السوق المالية. قمنا بطرح وإدراج صندوقين، العمل على إدراج صناديق أخرى، فهذا تنوع استثماري وعمق للسوق المالية. سندرج بإذن الله 7 شركات يوم الأحد، هناك موافقتين العمل، استقبلنا طلعت أكثر من 100 طلب رغبة في الإدراج. والله نعم، ليس ملف، ليس ملف، لا لا، بس ولكن طلب رغبة. ممتاز. طلب، ونعمل مع تلك الشركات. ممتاز. بعضها زي ما ذكرنا في المملكة العربية السعودية وبعضها في الخليج. ممتاز. فنعمل على تلك الشركات، ثق تماما أن هناك أكثر من 100. مع عملنا مع وزارة التجارة هناك أكثر من 1500 شركة أو مساهمة مقفلة في المملكة العربية السعودية. نعمل على استقطاب كل المساهمات المقفلة. طبعا تعرف طلعت أنه أحد شروط الإدراج سواء بالسوق الموازي أو السوق الرئيسي أن تكون الشركة مساهمة مقفلة. كم المدة ذكرني؟ والإخوان طبعا مدة إيش؟ مدة المقفلة. ما في ما في، لا احنا نتكلم عن المده طبعا. اذا حبينا نذكر مده طبعا، لنثني طبعا على اخواننا في وزاره التجاره بكل شفافيه ووضوح، عمل جبار في تحويل الشركات من شركات ذات مسؤوليه محدوده الى شركات مساهمه مقفله. بصراحه يعني عمل رائع جدا في تقصير المده من اشهر الى ايام. صحيح. فهذا يخدم المنظومه بشكل عام. هناك ايضا زي ما ذكرت دعم كبير جدا من كافه مسؤولي هيئه المنشات الصغيره والمتوسطه. هناك طبعا الشراكه الاستراتيجيه والتلاحم والتناغم بيننا وبين هيئه السوق الماليه. فكل ذلك باذن الله وكل الاستراتيجيات الموضوعه وبقياده المسؤولين في تداول هيئه السوق الماليه والقياده الرشيده في المملكه العربيه السعوديه، نصل باذن الله لكافه طموحاتنا. طيب الآن معايير أن الشركة في الموازنة تجلس في السوق، نفس المعايير يعني 50% من الخسائر والكلام هذا، أنها يعني تدخل إلى مرحلة إعادة نظر على ما قاله، ولا تختلف؟ كل ما ينطبق على السوق الرئيسية اليوم من معايير ومن قوانين هو مطبق أيضا في السوق الموازية، لا اختلاف. ساعات التداول، خسائر الشركة، آلية البيع والشراء، كلها نفس الشيء. يمكن في اختلاف، أي اختلاف بسيط في نسبة التذبذب. نسبة التذبذب في السوق الرئيسية 10% ارتفاعا وانخفاضا، نسبة التذبذب في السوق الموازية هو 20% وليس 10%. 20%. نعم. وكأنه في تحفظ، صح؟ بعض الشيء انت اعطيتني مرونة ولكنه لها سبب ال 20%، صح؟ اكيد لها سبب. اول حاجة نظرنا إلى المعايير العالمية، شفنا التجارب الناجحة والفاشلة، تعلمنا من الاثنين، حاولنا نجد زي ما قلت لك وصفة لسوق المالية السعودية. غير هذا أيضا النسبة تعكس نوعية المستثمر المؤهل، فإن رأى المستثمر المؤهل سبب قوي جوهري لارتفاع الشركة ب 15% مثلا، ما في لا؟ مانع، ما في مانع. لا. والله خايف السوق الرئيسي يبدأ ينزعج ويغار من السوق الموازي. لا إن شاء الله. في هالمرونة يعني بالذات في نسبة التذبذب، لأن هي حقيقة خالقة مشكلة لبعض الناس. يعني 10%، يعني في البعض يقول لك يا خليها مفتوحة، ليش تقعد تقول لي 10% وكذا. طبعا كل ما يخص السوق المالية السعودية سواء موازية، السوق الموازية أو السوق الرئيسية أو الصناديق العقارية الاستثمارية المتداولة، جميعا بشكل يومي استطلعت يتم النظر بكل دقة لما طبعا فيها من معايير. طبعا. نراجع، نحاسب نفسنا، نتحدى نفسنا، نضع معايير أفضل، نحسن من السوق المالية بشكل مستمر وبشكل يومي. ما لا توائم هذا السوق الموازي مع رؤية المملكة 2030؟ توائم كبير جدا. كيف؟ هو تطبيق فعلي للرؤية. هذا أحد مشاريع الرؤية. في دعم اللي. فضل. في دعم طبعا لما ننظر للرؤية. صحيح. بشكل مباشر الرؤية تنص على أن يكون هناك سوق مالية منفتحة. نعم. منفتحة على العالم. صح. فالسوق الموازية تحقق ذلك. تحقق ذلك من إتاحة الفرصة للمستثمرين الأجانب والمستثمرين الخليجيين للاستثمار.
تحقق ذلك في استقطاب الشركات الخليجية للإدراج في السوق الموازية، ولكن بشكل غير مباشر بكل الآليات اللي شرحناها، فهي منصة للشركات المتوسطة والصغيرة. فإذا نظرنا بدقة إلى الأعمدة الموجودة في الرؤية 2030 اللي نؤمن كامل الإيمان بمعالمها وبأهدافها، نجد أن أحد تلك الأعمدة هو الشركات الصغيرة المتوسطة. صحيح. نتمنى بإذن الله ودعمها طبعا، نتمنى أن تكون نمو 35% تأثير على الناتج في المستقبل متحدث. أحد وسائل الدعم بإذن الله. سيد نايف الهذل، شكرا لك سيدي حقيقة، كنت ضيفا جميلا ورحاب صدرك حقيقة، نتمنى لنمو وهو السوق الموازي الأسهم كل النجاح، ونتطلع إن شاء الله يوم الأحد ونعد الساعات لإطلاق هذا السوق بإذن الله تعالى. أشكرك جزيل الشكر أستاذ الله حي. يعني إن شاء الله نتمنى حقيقة النجاح والتوفيق لنمو السوق الموازي الأسهم الذي سيطلق كما كنا يوم الأحد القادم إن شاء الله بإذن الله. وطبعا يعني كما قال ضيفي الكريم، ومنصة بديلة إن صح التعبير وأخرى وإضافية للسوق الرئيسي، وهذا بإذن الله طبعا يعزز حقيقة من توجه السوق المالية إلى تحقيق رؤية المملكة 2030 بتنويع قنوات الاستثمار أولا، وأيضا دعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وأيضا نشر وتعميق ثقافة الوعي الاستثماري. دمتم بود، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.